يقول السائل: لي قرابة جبروني على القطيعة يؤذونني، فهل علي إثم إذا ما وصلتهم؟ نعم، هذا السؤال الرسول صلى الله عليه وسلم نبه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني إذا كنت ما تصل إلا من يصلك هذه مكافأة مالك منه، لكن الصلة الصحيحة أن تصل من قطعك، هذه هي الصلة الصحيحة. وجاءه رجل فقال: إن لي قرابة أحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. فيجب على المسلم أن يصل أقاربه ولو قطعوه ولو أساءوا إليه، يجب عليه أن يصلهم، يقوم بالحق الذي عليه، وهم مسؤولون عن الحق الذي عليهم. نعم.